إيه لك مش عارف، قمت واخد الكرة ورايح على ضربة الجزاء وحطها. عزلت نفسي عن العالم كله، فكرت احط الكرة فين واحطها ازاي وبقوة شكلها ايه. مش سامع حاجة خالص، بقرا قرآن ومش سامع لا جمهور ولا لعيبة ولا شايف مين قدامي ولا المشاورة اللي قاعد فان بروكلين يعمل له كده. كل ده ما شفتوش خالص، ولا كأنه موجود في الملعب، كأنك حطيت ستارة وبترفع الستارة بقى وانا داخل ألعب ضربة الجزاء، بتشيل بقى الستارة أو حطت يعني تور وبتفتح له الباب فبيجري بقى ما مش عارف هو رايح فين. قلت توكل على الله وحطها ناحية اليمين، وعشان كده طلعت بره 18. ليه؟ عشان اخد دفعة الاسبرنت وتبقى كرة قوية. حتى لو هو فكر كل الكور اللي حطيتها ناحيه اليمين في حاله تفكير حارس المرمى انه يروح ناحيه اليمين بتخش، وهي طالعه الاول. انا مش يعني حسابيا ما كنتش دقيق، فتخيلت ان هو رايح معاها وانه ممكن يجيبها، لكن الكره لفت فبعدت عنه وكانت اسرع من الجامب بتاعه ان هو يلحقها. اول ما انسجد في ملعب كره قدم في كاس عالم امام الملايين هو العبد الله.